مرحبا، يعطيكم العافيه وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن محل اسمه انديجو، موجود في كثير اماكن في اوتاوا. انديجو ببيع شغلات كثير حلوه، مكتبيه هيك وكتب ودفاتر وشغلات، بس هو تشين مشهور. حورجيكم بعض الشغلات اللي موجوده فيه وان شاء الله تستمتعوا. زي ما انتم شايفين في كتب، هذول البيست بوك اوف ذا ديكيد، يعني في كتب كثير، شغلات في شغلات مكتبية، يعني أهل السعودية بيعرفوا جرير تقريبا، زي جرير. في هدايا صغيرة هيك ممكن تشتروها، شغلات غريبة حلو. هذه كتب طبعا بشكل عام، كتب هون شكلها طبخ، حاطين لك برضو شغلات للطبخ. يعني غريب هذا المحل، فيه كل كتب وصلصة وبندورة. هذا الكتب، هاي كتب مثلا عن ترافلينج، هذول انا كنت احبهم كثير لما كنت اعمل ترافلينج بدون ايامها ما كان في الانترنت، فكنت اشتري لولي بلانيت. هذه يعني كانت الماي هاي على رشا مثلا، هذا المصغر. بتذكر انا لما رحت على اوكرين شريت واحد، ولما رحت على رشا شريت واحد، وجبان لا شريت واحد لما رحت على تشاينا. هيو طبعا هلا هذول محدثين، ما اتوقع في ناس كثير لسه بتشتريهم. هذا مثلا ترافل تو يوروب، في كتب هيك طبعا، شغلات مثل ماجز وما ماجز كومفورت، كتب هاي مديتيشن كتبتي، مقسمينها عن سيلف هيلب. حمام، محل كبير كتير يعني زي انتو شايفين معاي. هذا طبعا قسم شكل للأطفال، شغلات المغريات تبعت الأطفال، ألعاب وهدايا وأمور زي هيك، زي ما انتو شايفين. بس فيها شغلات طبعا، هاي مثلا الدماغ، هاي ماي فيلينج، شغلات كويسة للأطفال ممكن يتعلموا فيها كرياتيفيتي. الحلو فيها ألعاب كتير، مثلا هاي ألعاب، هذه حلوة، هاي بصيروا يعملوا الجيم ستونز. طبعا هون دخلنا بالألعاب بشكل عام، بس فيها ألعاب كويسة اللي هي بتنمي الدماغ، بتنمي as you see هون ألعاب برضو. هاي شغلات أطفال بيبيز، حتى حاطين كلها للبيبيز. طيب نطلع هون، شغلات هاي بورد جيمز، سوري بورد جيمز، هاي كوميونيتي اند كلتشر، شغلات هاي بيست اوف ساينس هيستوري. ممكن تقعد تقرا، ممكن تدور على الكتاب تبعك هون في هذا الكمبيوتر. هون في زي شغلات تبقى الناس قاعدة، قاعدة بتقرأ الناس. Subject review MCAT. أوه MCAT، هذا تبع اللي بدرسوه للامتحانات الميديكال سكول. Oh my god 7 complete book covering every exam subject، يعني اللي بدرسوا هون. السات بريب، اللي بعرف السات الامتحان تبع الامريكا، كالكولوس. هذول الماجازينز حلو عاملينها طريقة. هون شغلات الهايتك، الايباد والكندل تبع الكتب، هاي الشغلات هون بتحاسب. طبعا هيك عملنا الكتور سريع، المكان حلو كتير، في شغلات حلوة هيك، يعني ممكن انكم تفكروا انكم تيجوا تزوروا مع العيلة، لانه يعني في اكيد رح تلاقوا شغلات هيك كرياتيف وكتب. طبعا انا بحبذ انه الاطفال يقرأوا ويتعلموا ويروحوا على اماكن فيها كتب، لانه للأسف 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 ابتعدنا عن الكتاب كثيرا، وحتى الديجيتال بوك الكتاب الالكتروني لم يعد يعني حتى مقروء. الناس كلها هلا على تطلع على الفيديوهات وبتحب انها تلسن للاوديو بوكس، بس الكتاب والديجيتال بوك للاسف
قل عدد القراء تبعونهم، عشان هيك بحب ان الاولاد يرجعوا ويقراوا. والسلام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل